ابقى معي أشرف، سينضم إلينا الآن عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد عبد الحليم الرهيمي، وهو عضو ائتلاف دولة القانون. سيد عبد الحليم، مرحبا بك. القراءة السائدة الآن لاتهام السيد طارق الهاشمي بالتهم الموجهة إليه هي أن ذلك أساسه سياسي تماما وليس قضائيا ولا جنائيا كما يراد له أن يفهم، كيف تردون على ذلك؟ الرد هو ممكن أن يقول أي شيء، أي شخص متهم في أي قضية لا يعني لا يعترض ما يقول. لذلك سيدي مالك، الحكومة لا دخل لها بذلك، القضاء العراقي والقضاء محترم من قبل جميع الكتل والقوى السياسية. لا أحد سمعته من أمس يتحدث سوى السيد طارق الهاشمي يقول القضاء غير نزيه، بينما كل الكتل المتناحرة أو المختلفة أو المتصارعة تعترف بأن القضاء هو قضاء نزيه. ولذلك فالقضاء وجه هذه التهمة، والسيد طارق الهاشمي بريء، المتهم بريء حتى إدان، فعليه أن يتوجه إلى بغداد، هو شخصية ليست عادية. أنت قلت أن كل الكتل العراقية توافق على أن القضاء العراقي نزيه، ربما قد لا يكون ذلك صحيحا، وأثبت للعكس إن استطعت. يعني ليس فقط الهاشمي هو الذي يقول بأن العراق القضاء العراقي فاسد وغير نزيه، ولكن كل القائمة العراقية تقول ذلك، وهم كلهم متخوفون إن عاد الهاشمي إلى بغداد سيحاكم. أن كل القائمة، عليك أن تثبت أن كل القائمة، ليس كل القائمة، نعم كل القائمة هددت بالانسحاب، كل القائمة انسحبت من البرلمان ومن الحكومة. وسوف نرى أن لا ينسحب منها إلا القليل. أنت تتحدث بلسان عدد 3-4 يتعاطفون مع السيد طارق الهاشمي، ولكن أنا سمعت عديد من أعضاء القائمة العراقية ربما يردون القضاء، يقولون ما كان ينبغي أن يعمل قضاء، ولكن القضاء نزيه. ونأمل من السيد طارق الهاشمي، وهذا عضو اسمه الدنبوش الشيخ عشيرة، قال نتمنى على السيد طارق الهاشمي أن يأتي إلى القضاء ويثبت براءته. نعم. وغيره أيضا عدد كبير من القائمة العراقية. سيد الرهيمي، إضافة إلى القراءة التي تقول بأن القرار والاتهام سياسي، هناك من يقول بأن هناك محاولة من قبل رئيس الوزراء العراقي لاستبعاد أساس السنة في العراق وبسط سيطرة الشيعة على البلاد، لأن التهمة الآن موجهة إلى الهاشمي، ولكن هناك أيضا محاولة لتحجيم دور صالح المطلق، وربما قد نشاهد يعني تهجمات على أساس السنة آخرين في المستقبل، من يدري. عفوا، أنت قولتني ما لم أقل، أنا أكدت لك، أنت قلت سياسي وتصر على سياسي، وهذا موقف البي بي سي أنه كل شيء تحوله باتجاه، أنا قلت هذا قضاء. هذا طبعا ليس موقف البي بي سي، نحن نطرح ما يقوله المشاهدون والمتصلون، وليس موقف البي بي سي تماما. الكل يعترف، ووجوه سنية محترمة قالت هذا ليس صراعا سياسيا، هذا قضائيا. سيد الهاشمي نفسه يريد يقول هذا استهداف طائفة. أعتقد هذا الاستهداف للأسف بعض الفضائيات الخبيثة، السياسة الخبيثة تقول حتى الآخرين ما لم يقولوه. الحقيقة ما يجري هو استهداف، دعوة اتهام مواطن عراقي نائب رئيس الجمهورية بقضايا جرمية، وهو متهم وليس مدان. طيب. وموجه من القضاء وليس لنستمع من لنستمع إلى آراء المشتركين معنا، وبرنامجنا أساسا مبني على اتصالات المشاهدين وردود أفعالهم. أبو واثق، استمعت لما يقوله السيد عبد الحليم الرهيمي، كيف ترد وهل توافق على جوابه؟ أبو واثق، هل تسمعني؟ لا أسمعك جيد. تفضل. أحيي الأخ من الحلة بقوله الجميل، نريد أحدا في الوزارة أو في الرئاسة أن يكون قلبه على المواطن العراقي. هذا في خصوص أولا. الثاني بالنسبة للقضاء أو لغيره، القضاء نزيه الحمد لله قبل من زمان أنه نزيه، لكن إحنا نريد أخوان ناشد جميع من بالحكم ويجلسون على الكراسي، النزاعات التي بينكم اتركوها على جانب وانظروا إلى المواطن العراقي. طيب. انظروا إلى المواطن العراقي. أود أن أفسح لك المجال لتطرح سؤالا على السيد عبد الحليم الرهيمي، ماذا تقول له؟ موجود هو الآن معنا على الهواء. والله أطرح له سؤال واحد، أنه ينظرون إلى المواطن العراقي بنظرة الرحمة والرأفة، لقد ظلم في وقت صدام والآن يظلم أكثر.
طيب. هذا ما نطلبه. السؤال مطروح للسيد عبد الحليم الرهيمي وأتوقع إجابة منه. سيد الرهيمي، متى ستضعون المواطن العراقي نصب أعينكم بدل التصارع على السلطة كما يفهم المواطن العراقي؟ والله هذا كلام، أنا أقدر تسمح لي أقول كلام فارغ طالما يقول الأخ أنه مثل صدام وأكثر ظلما من صدام، معناته لا يفقه شيئا لما يجري في العراق من سياسة واقتصاد وثقافة وعملية سياسية وديمقراطية وكل شيء، وهو يتحدث بكلام خارج التاريخ. الرجل هذا يتحدث خارج التاريخ، وربما هو نائم وانتم او اسلمون. الذي يقول لا عفوا عفوا، يعني اتمنى منك يا سيد الرهيمي، ليش طالبني بالتليفون؟ خليني اجاوب، ولكن يعني اطلب منك فقط ان تحترم متصلينا. تريد ان تمرر ما تقوله دون ان تسمعني؟ سيد عبد الرحيم، الديمقراطيه عندكم في سيد عفوا سيد عبد الحليم، انا فقط اطلب منك ان تحترم متصلينا ثم تجيب. انك غير مؤهل لان تدور نقاش. لا عفوا لا اسمح لك تماما سيد عبد الحليم، لا اسمح لك تماما بهذا الكلام. انا طرحت عليك سؤالا وتفضل بالرد مع احترامي واحترام المتصلين. يوم من الايام تفصلك من البي بي سي لانك انت غير حيادي وغير موضوعي وتثير النعرات. هذا في توقعك فقط، ولكن ذلك غير صحيح تماما. لا تسمح لتوضيح الامور. انا اسف حقيقة، آسف. أنا استمر معك يا سيدي، أعطينا جوابك أهم من الشكوى. أعطينا جوابك، يعني إحنا اتصلنا بك عشان تعطينا جوابك. أن تعزلك إلى مكان آخر، وشكرا. للأسف يعني اتصلنا بالسيد عبد الحليم الرهيمي حتى يعطينا موقفه، ولكن يعني هذا تشنج. يعني صراحة لا أفهم سببه. يعني تهجمت على مشاركينا معنا ولا نسمح بذلك أبدا، وتهجمت علي شخصيا، لا أسمح لك بذلك. شكرا لك على كل حال، يعني نقابل الإساءة بالحسنى. شكرا لك على المساهمة معنا، وأنتقل إلى غرفة الأخبار.